قطاع السياحة في إسرائيل ينهار بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فالسياحة في دولة الاحتلال تراجعت في ديسمبر المنصرم بنسبة 80% على أساس سنوي. هذا ما تشير إليه صحيفة كالكليست الإسرائيلية الاقتصادية التي أفادت بأن الحرب أثرت بشكل كبير على عدد السياح الذين يدخلون إسرائيل مع تراجع مستمر منذ أكتوبر الماضي وفقا لوزارة السياحة. 3 ملايين سائح زاروا دولة الاحتلال العام المنصرم، ما يشكل انخفاضا بنحو 34% مقارنة بعدد السياح الذين زاروا إسرائيل عام 2019، والتي زارها حينها أكثر من 4.5 مليون سائح، وهو العام القياسي بالنسبة لقطاع السياحة الإسرائيلية قبل تفشي وباء كورونا. قطاع الطيران الحيوي كان جزءا من انهيار قطاع السياحة، فرحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب انخفضت بنسبة 80% منذ عملية الطوفان الأقصى، وخلال فترة الحرب هبطت في مطار بن غوريون نحو 100 رحلة يومية مقارنة ب 500 رحلة خلال فترة ما قبل الحرب، مع تعليق عدد كبير من شركات الطيران العالمية رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل. وتشير صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن قطاع السياحة الإسرائيلي يواصل انتكاسته هذا العام، انتكاسة لم تصب هذا القطاع الحيوي فحسب، بل امتدت إلى اقتصاد دولة الاحتلال.